مساء الخير جميعا، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء اللي يحصل كل شهرين، لقاء صحي اجتماعي يحدثنا به أحد أطبائنا عن موضوع صحي. اليوم عندنا الأخت دكتورة وفاء العمري. وفاء العمري صديقة قديمة يمكن من 20 سنة، والتقينا في جمعية تنظيم الأسرة في البداية، ثم عملنا 4 سنوات في الجمعية العراقية الخصوبة التي كانت برئاسة الدكتور فؤاد حسن غالي، الله يطول بعمره ويعطي الصحة والعافية. ثم استلمت هي رئاسة الجمعية ومن جاءت إلى أستراليا. هي علاقتنا كانت مع المرحوم أيضا الدكتور وليد. دكتورة وفاء تركت العراق وهي رئيسة قسم النسائية في مدينة الطب لسنوات قبلها، وعندها عشرات البحوث معروفة علميا، معروفة اجتماعيا، وطبعا الظروف أيضا اضطرتها أن تسافر، بس في كل مكان هي تلك الدينامو النشاط في كل مكان. حصلت على MRCOG مالها خلال 5 سنوات من تخرجها، ثم FRCOG، وجاءت وصلت إلى أستراليا، وأيضا عندها الآن Fellow of the Royal Australian New Zealand and OG سنة 2016. دكتورة وفاء إضافة إلى اختصاص النسوي، الهواء تسوي اختصاصات ثانوية، ومن ضمنها موضوع المينوبوز باللغة العربية الصحيحة الأياس، أو ما نسمي سنة الأياس. الأياس. لا يأس مع الحياة. لا يأس مع الحياة. تفضل دكتورة وفاء لتقديم الندوة الصحية الحالية. شكرا دكتور رمزي برنوطي، أشكرك لإتاحة الفرصة أيضا للتحدث إلى المجتمع العراقي هنا اللي يحب التكلم والحديث بالعربية، وهذه فرصة جيدة ولها تقدير خاص للاحتفاظ باللغة. فموضوعنا اليوم هو صحة المرأة في مرحلة ما بعد الإنجاب، والموضوع هذا مهم جدا. ليش مهم؟ لأن السنوات العمر صارت طويلة، المرأة دا تعيش في أستراليا 85 سنة العمر المتوقع لها، فمعناها عندها 35 سنة تعيش ما بعد سن الإنجاب اللي هي في فترة الأياس يسموها. ف 35 سنة أكثر من ثلث، أكثر من ثلث العمر، فالاهتمام بها ضروري. ما دام بنحكي بالعربية فحضرت لكم بيتين من الشعر الراقي للشاعر أحمد الصافي النجفي العراقي: سني بروحي لا بعد سنيني، فلأسخرن غدا من التسعين، عمري إلى السبعين يمشي يجري مسرعا، والنفس ثابتة على العشرين. فرجاء خلوا هذا الشعر ببالكم، لا حد يقول هذا كبير وهذا صغير، العمر بالنفس، فحافظوا على الصحة النفسية اللي دكتور يوسف راح أحكي لكم عليها كثير. أنا متأكدة حياة المرأة اللي هي تقريبا في أستراليا 85 سنة مقسميها إلى أجزاء مراحل.
فمراحل الأنثى الشابة اللي هي من التين ايج إلى 25 سنة اللي بيها تنمو جسديا وعاطفيا. في نهايتها يمكن تستقر وتتزوج، تستقر عاطفيا أيضا. تبدأ المرحلة الثانية اللي هي مرحلة أنه يصير عندها مهنة، يصير عندها عائلة، ترتاح معاهم، تأخذ القرارات، وأهمها اللي تتعلق بالمستقبل وتركز يا إما على المهنة أو على الأسرة أو على اثنيناتهم بعض الأحيان. بعدين تجيها مرحلة التوازن في الحياة اللي هي من 35 إلى 45، متطلبات العائلة والوظيفة والسترس، الضغوط العائلية والمهنية عليها وشون تجابها كلها وتحقق توازن بين العائلة والمهنة. بعدين تجيها مرحلة الاستقرار اللي هي من 45 إلى 60، تبدي القرارات مالها تشد، تاخذ مسار آخر، وتبدي بيها أيضا بنفس الوقت مرحلة الأياس. بمرحلة الأياس يصير عندها تعرض لضغوط كثيرة وراح نتطرق لها. بنفس الوقت بهذا العمر يتصير هو بعض أحيان يسمونه الساندويج إيج. ليش الساندويج؟ لأن هي تكون عندها متطلبات لعائلتها، متطلبات لوالديها والأخوتة وخواتها، فيصير عليها ضغط كثير، ولهذا تحتاج إلى الحكمة في القرار والدعم من المحيطين بها. بعدين تجيها مرحلة اللي بين 60 و80، شوية تأخذ حرية أكثر، الأولاد يمكن انفصلوا عنه، أخذوا عملوا عوائلهم، بس همين الجوها يجيبوا للأحفاد، والأحفاد اليوم نخلي هذا عدك واليوم ما أدري شنو. يعني أنا ما راح أحكي بس عربي، شوية مصلاوي أحلى مو بالله. بعدين تجيها وراء 80 إذا صحتها زينة، فد عمر جدا لطيف، تختار بينه ما تشاء وتمشي الهوينة، يعني كل شيء ببساطة ببساطة وبلطف وبكل شيء بتأني. هذه مرحلة النساء. أما نحن فراح نحكي على المينوبوز اللي هو سن الأياس، الأياس بالعربي يعتبر ينحسب من آخر دورة حيضية. آخر دورة حيضية في أستراليا عادة العمر بين 45 إلى 55، كل امرأة واحد، كل واحدة عمرها، وبيها مراحل. بيها المرحلة الفترة المحيطة بالأياس اللي يسموها بيريمينوبوز تبدي بيها أعراض الأياس، وهي هاي المرحلة الكريتيكال الحقيقة اللي بيها أعراض شوية متعبة اللي تخلي نوع من الضغط على المرأة. بعدين الأياس من ينقطع في المرة الحيض، وبعدين الفترة اللاحقة اللي هي من انقطع إلى أن الله يتوفاها، هذا كله مرحلة بوست مينوبوز يسمونه. أسباب الأياس ليش تنقطع الدورة؟ طبعا الأهم سبب هو الانقطاع الطبيعي اللي يصير بسبب نفاذ البويضات في المبيض. المبيض من الله يخلقنا بينه ملايين البيوض، ملايين ومبيضين عندنا، شوي شوي تخلص إلى أن يصل العمر بين 45 إلى 55، ما تبقى بويضات أو تبقى بويضات غير فعالة، فما تفرز هرمونات فيصير الأياس. بس أكو ما محظوظين يصير عندهم الأياس مبكر، فأكو الأياس المبكر اللي يصير تحت 45، وأكو الأياس المبتسر اللي قبل 40. كل واحد له علاج معين، لأن الجسم يحتاج الهرمونات، فمن تنقطع قبل وقته لازم نعوضه. وأكو عندهم قصور المبيض الأولي لسبب ما، يولدون بدون مبيض،
أو يولدون بمبيض هو كتلة من fibrous tissue، يعني مو أنسجة مبيضية ما بيها بيض، أو يتعرضون إلى عملية استئصال الرحم والمبايض مثلا، أو استئصال المبايض واحدة، أو يستخدمون مثلا كانسر عنده بالثدي يستعملوا له علاجات الكيموثيرابي كيمياوي فتنقطع عند الدورة. فالرقم 5 و6 يسموهم الأياس الحاد، هذولا أعراضهم بعد أشد تكون من الأياس الطبيعي. هذا معدل عمر المتوسط العمر للمرأة في مختلف الدول، تشوفون أعلى متوسط عمر هو في اليابان يعيشون 86.8 years، وأستراليا is doing very well يعني 84.8 which is very good، ويعيشون أكثر من الرجال يطولون يعمرون رغم الستريسز يعيشون أكثر. ولهذا نحن نقول عنده 35 سنة بهالفترة لازم كلش تعتني بنفسه. أما أعراض الأياس فكل إمرأة شكل، درجات الأعراض كل إمرأة شكل متفاوتة جدا. أهم الأعراض هي الهبات الساخنة، هاي الحرارة اللي تصير عنده الهوت فلاشز البوخات، الهوت فلاشز تصير تشعر بحرارة وتعرق ويتغير لونه يصير أحمر، تقلب بالمزاج تصير مزاجية حساسة جدا، هذا حكى علي وانت ما داريتني وانت ما هاد، يعني كلش تصير مزاجية، لازم اللي مدايرة يعرفون شوية يتحملون. اضطرابات بالنوم، الاضطرابات قد يكون سببها هي الهبات الساخنة البوخات أو القلق والتوتر، يصير عنده توتر وقلق فتقوم ما تنام زين. بعض النساء يصير عنده جفاف في المهبل فيصير عنده مشاكل بالعلاقة الجنسية بسبب هبوط نسبة الهرمون. أيضا فكل أنواع الأياس تكون مصاحبة بهذه الأعراض، يعني ماكو أياس يختلف عن غيره، ولكن الأعراض متفاوتة عند النساء، بعضهم محظوظات أعراض قليلة جدا بس تقطع وهاي، وبعضهم لا شوية يتعبون إلى أن تقطعهم تمام. ولكن الأياس الجراحي أو بسبب الكيمياوي أشدهم أعراضا لأن يكون أكيوت يعني مفاجئ. ففي أكو تقرير طلعته الأستراليان مينستري أوف هيلث فلخصت بينه الضغوط اللي تصير على المرأة في منتصف العمر اللي هي هذه قلنا مثل الساندويج ستيج المرحلة الضاغطة، تصير عند اضطرابات يقول عقلية خاصة اللي عندهم اوريدي اكو مشاكل نفسية، يصير عندهم امراض بالعضلات والعظام تظهر، تبدي تقلق ما يكون يصير عنده سرطان الثدي، عنده شوية قلق واكتئاب. زائدا في هذا البلد مع الأسف أكو كثير حالات الدوميستيك فايولنس اللي هاي عنف الزوج اللي قد تلاقي منه مشاكل. هذا التقرير مال وزارة الصحة، يعني هاي أكثر المشاكل اللي تمر بيها النساء بهالفترة. أما النساء الأكبر عمرا يعني فوق 60 فوق 65 فيعانون من مشاكل نوعية أخرى اللي هي أيضا مهمة جدا، كثير منهم يعيشون وحدهم بمفردهم أو في دور رعاية، كثير منهم ما عنده رجال يعني مترملة مثلا، تبدي موارده تقل، تعيش مثلا على البنشن وحده أو على certain supports واللي هي قليلة دوبك تكفي البيزكس، هاي ضغوط أخرى. زائدا في هالمرحلة من العمر وراء 65 الأمراض المزمنة الضغط والسكر من المفاصل وغيرها، احتمال إصابتها بإعاقات قد تحتاج سبورت، تحتاج ميديكال سيرفيسز أكثر. وبعدين أكو شيء مهم التهميش، تشعر بالتهميش والإهمال الاجتماعي، أولاده كل واحد
مشغول بعائلته الخاصة بأولاده أخوته خواتهم كل واحد ملتهي بشيء، فهي تشعر أنه هي واحدة. هسه طالعة همينة فد مودة جديدة صار كم حالة العنف ضد المسنات مع الأسف، مع الأسف جدا. اي والله صار عدة حالات دا تتكرر وأكثرها لغرض السرقة، بس يعني هاي همينة فد وزارة الصحة مثبتة أنه هاي واحدة من الضغوط. يعني بعضهم يصير عندهم الخرف، وانتم تعرفون الخرف عند النساء أكثر من الرجال في نهاية العمر، أو إصابات بالأعضلات والعظام. فهي هاي كل الاحتياجات والمشاكل اللي تصير بفترة الأياس وما بعده سببها شنو؟ نقص هرمونات المبيض، واللي هي أهم شيء الإستروجين. قلنا البويضات بعد خلصت ماكو هرمونات. بعض المشاكل لا من حالات متعلقة بالعمر، أمراض العمر الأدفانسد إيج، الضغط، السكر، مفاصل، عظام إلى آخره، هشاشة. وبعضها بسبب الصحة النفسية، من الضغوط النفسية والوحدة تظهر الكآبة والتوتر. ليش تتفاوت أعراض الأياس بين النساء؟ احنا قلنا تتفاوت الأعراض، مو كل نفس الأعراض. تتبع الثقافة والتعليم واحدة، شقد هي أوير يعني سامعة وقارية وتعرف أنه هذا الأياس هو شيء طبيعي راح يصير، وأنه عنده طرق قارية، أكو طرق أو أكو طبيب، الطبيب ما لا يرشده على الطرق اللي شون تتجاوز بيها هذه الأعراض. ثانيا هي مستوى صحته، يجوز هي أوريدي صحتها تعبانة، فهالأعراض اللي تصير بعد تتعبها أكثر. نمط الحياة يعني اللايف ستايل، إذا هذول إذا السيدة من النوع اللي أكثر الوقت بالبيت، ما تشتغل، ما تتحرك، حركتها قليلة، أو تدخن، هذه يصير عندهم الأعراض أكثر من اللي مشغولين واللي يشغلون نفسهم بلايف ستايل صحي. وآخر شيء واللي هو كلش مهم، الإدراك الفردي لمفهوم الأياس. يعني هذا الكلتشر يأثر علينا. يعني نحن مثلا بالعراق قبل كانوا يقولون واي وحدة وراء 50 تكبر، تقعد بالبيت، تداري أحفادها، شوية تطبخ شيء، بس ما يعني حياتها محدودة. هي المفروض لا، بالعكس، وراء 50 تصير هي اللي يلجأوا لها في المشورة، هي اللي يلجأوا لها بالحكمة، هي اللي تنظم وقتها لعمل رياضة، للأكل الصحي، بكل الأنشطة، تصادق جروبات، تطلع مع صديقاته، صارت عندها فريدم أكثر، ما عندها تعلقات بعد بطفل، وما فتبدي تهتم بنفسها أكثر. فشقد الإدراك الفردي لنفسه يكون عالي، شقد تأثره بأعراض الأياس أقل يصير. فشون نتعامل مع الأعراض المختلفة للأياس ومشاكل الأياس؟ أهم شيء هو النمط الصحي للحياة، هذا الـ healthy lifestyle، واللي هو شيء يتضمن الطعام والتمارين والأنشطة الاجتماعية. الأنشطة الاجتماعية جدا مهمة، يعني الأنشطة الاجتماعية بعض الأحيان تغني عن العلاقات العائلية، بعض الأحيان اللي ما عنده عائلة يعمل له أنشطة اجتماعية، يصادق صديقات، تطلع معاهم، تروح رياضة سوا معاهم، تروح للجيم معاهم، هاي كلها تساعده كلش كثير. الدعم العاطفي، منين تحصل الدعم العاطفي؟ يا إما الزوج، يا إما الإخوة والخوات، يا إما الأولاد، يا إما الصديقات. نرجع مرة ثانية، ولهذا أكو كثير يقولون أنه واحد من يكبر خلي يرجع على صديقاته. ف
فكلش العلاقة الطيبة مع الصديقات الطيبات إلى دور كبير. أما يجي إحنا دورنا أنه أكو أدوية غير هرمونية لأعراض الأياس، وأكو علاج يسمونه تكميلي كم راح نحكي عنه، وأكو علاج هرموني، أنواع الهرمونات اللي تستعمل، واللي عنده بس جفاف مهبل هذا علاجه سهل جدا، دهونات داخلية. وزد طبعا أكو هي المرأة من راح تيجي بهالعمر يجوز عندها حالات طبية أخرى، يعني عندها ضغط، عندها سكر، عندها مفاصل، هذا علاج مختلف حسب المرض اللي عنده. النمط الصحي للحياة اللي هو اللايف ستايل، واللي هو أقول كلش مهم، بس وسبب يعني هو كل الأياس هو أساسا سبب انخفاض الاستروجين. فاحتمال يصير عندها هشاشة عظام، الحالة النفسية تدهور كثير، كل الأعراض هي بسبب هبوط الاستروجين. فالتغذية الجيدة هنا تصير كلش مهمة، والتغذية الجيدة وعدم يعني حفظ الوزن، أو إذا هي عند زيادة التقليل من الوزن. بعد الانقطاع بعد الأياس المرأة تقل حاجتها للكالوريز، هذا مثبوتة. وإذا تاكل نفس الأكل اللي كانت تاكله سابقا راح تزيد سنويا 2.5 كيلو، بمعنى أنه بال 35 سنة راح تزيد 70 كيلو. عايش راح تصير مأساة. فلازم تقلل أكله، تقلل الغير مفيد، الجنك فود، السكريات، الكربوهيدرات، والزيد الألياف والخضرة والفاكهة والبروتين. من تحافظ على الوزن وتاكل بشكل جيد تقل عنده بشكل كبير نسبة الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، وتحافظ على صحة العظام وتمنع الهشاشة. طبعا اكو عادات سيئة عند بعض النساء، مثلا التدخين. التدخين ايضا يزيد الاعراض مال الاياس، واللي المدخنات يصير عندهم الاياس 4 سنوات قبل غير المدخنات، فهو بالاساس هم يأثر على عمل المريض واعراضهم تصير اقوى المدخنات. فالتدخين إذا يعني ضروري أنه تعيد النظر وتتركه إذا هي مدخنة. بالنسبة للأشياء اللي تحتاجها بالأكل بالإضافة إلى الأكل العادي، فيتامين دي والكالسيوم. الكالسيوم طبعا صار عليهم شغل كثير ريسيرش، وهسه يحبذون أنه بعد 60 ما ينطون كالسيوم، يعطون بس فيتامين دي، provided أنه المرأة تشرب حليب، تشرب ألبان، يعني مستحضرات الألبان. دائما استعملي مستحضرات الألبان قليلة الدسم، ما تحتاجين الدسم اللي بيها. الصويا مهمة جدا، والحبوب الكاملة، الألياف الغذائية تنزل السكر وتنزل مستوى الكوليسترول بالدم، فهي أيضا مهمة الأكل اللي بينه ألياف، وتمنع أيضا الإمساك. فإذا أنتم تأكلون خبز لا تأكلون خبز أبيض، كلوا خبز أسمر أبو الحبوب، هذه مهمة، وخاصة الشوفان. السردين، سمك السالمون، والسمك الدهني هذا أيضا مهم جدا، إذا بالأسبوع مرة مرتين تأكله هذا يفيد كثير. اللوز، الفواكه الطازجة والخضروات، وطبعا good hydration، دائما ماء، دائما تشرب ماء، الماء كلش مهم للخلايا، لصحة الخلايا. أما مع الهبات الساخنة هاي البوخات والفلاشز، التعامل معها بالنسبة من الطعام والشراب تقلل الكافيين، التدخين، الكحول، والطعام الحاد، يعني البهارات، كثرة البهارات.
استعمال الاستروجين النباتي. الاستروجين النباتي هذا مثلا فول الصويا، التوفو بآسيا كثير يأكلونه، هذا بينه البرو استروجين، يعني المواد المكونة للاستروجين هاي من تأكله يصير بينه أيض في جسم التأيض يعني الميتابوليزم يتحول إلى استروجين بكميات قليلة بس تفيده شوية. ولكن إذا هي تشكو من يعني عندها مثلا كانسر اوف ذا بريست أو عندها سابق علاج لكانسر اوف ذا بريست المفروض تكون حذرة من الإكثار من هذه البرو استروجين. البقوليات الحمص والفول والعدس كثير أحسن من الرز، والبرغل أحسن من الرز. أما للبيئة فاستخدام دعم المراوح، أكو كثير اللي يصير عندهم هبات يشيلون من هاي المروحة الصغيرة أم الباتري يخلوها بالجنطة معلم يستعملوها، أو مروحة يد مانيوال، بخاخ ماي بارد يستعملون، ودائما السوائل الماء بحد ذاته كلش زين. يرتدون ايضا يستحسن طبقات من الملابس كوتن حتى تروح بمكان تصير عند الهبة تنزع واحدة منه مو تنزع كل واحدة. الدعم العاطفي هذا كلش مهم. طبعا هو مبررات، المبررات اللي هي التغيرات الهرمونية، القيود الاجتماعية خاصة في بلداننا الشرقية، الاختلاف الثقافي، الضغط العائلي، الاحتياجات اللي هي تحتاجها. يجوز هي من البداية عنده مزاج مكتئب، فطبعا بالورا الأياس والتغيرات تصير أكثر عنده. فالدعم العاطفي مثل ما قلت بين يجي لو الزوج، لو الأخوة والخوات، لو الأولاد، لو أجين الصديقات. خليها تصادق، صادق جيرانها، تصادق ناس اللي طبايع مثله واللي ترتاح معها. أما الأدوية الغير هرمونية هذه أنا كثير أستعمل الحقيقة، هذه ما بها أي محاذير مثل الإستروجين، محاذير قليلة. فمثل أبسط شيء الفوليك أسيد، أكو كثير ريسيرش عليه وشافوا أنه يساعد يقلل الهبات. الكلونيدين هذا فالدواء قديم ما انضغط يستعمل بالأياس بدوز كلش خفيف وكلش يريحهم من الهبات الساخنة. الباروكسيتين والباكسيل وفينالافاكسين هذول سيروتونين ريأبتيك إنهبيتر، هذول يشتغلون على الدماغ، دول شوية أقوى غير شكل. أما الفايتو استروجين هذا الأكل اللي بينه برو استروجين، الاستروجين النباتي يسمونه، وهذا يعني طيب تستعمله بس تنتبه إذا هي عندها كانسر يتهيج بالاستروجين. طبعا أكو كانسرز أخرى تتهيج بالاستروجين مو مثل مو بس الثدي، مثلا الأمعاء، القولون يعني القولون والثدي الرحم، هذول كلها تتهيج بالاستروجين فيعني تكون حذرة. اما العلاجات التكميليه يسموها الكومبلمنتري الترناتيف ميديسن، مثل علاج طبيعي، طب صيني تقليدي، اوبر، حجامه، طب اعشاب، غذائي، هذول الايفيدنس بيست ميديسن يعتبرهم غير مفيدين تمام. اكو نساء يقول لك لا والله انا اخذ اعشاب كلش استفاد، يعني حالات فرديه قليله، بس اون ذا هول ما يعتبروهم ما مفيدين. بالهرمونات اللي نستعمل الاستروجين والبروجسترون والتستوستيرون، ونستعمل الهرمونات فقط عندما تكون اعراض الاياس شديده وتأثر على حياة المرأة، تأثر على اللي نسبينه quality of life، يعني نوعية حياته، تقبله اجتماعيا، عمله، يأثر على عمله، يأثر على علاقاته مع العالم.
ذاك الوقت. وإذا هي ما ممنوع عنا الأستروجين مثل ما قلنا، إذا عندها أمراض ما يصير تستعمل الأستروجين مثلا، حتى إذا عندها مايوكارديال انفاركشن هم هنا ما يصير تستعمل الأستروجين. فإذا ما عندها المشاكل ممكن ننطيها، تخفف عليها الأعراض بكثرة، تخفف هاي الهبات وتفيدها اندايركتلي بأشياء أخرى مثلا هشاشة العظام تقل، المزاج يتحسن إلى آخره. أحسن طريقة لإعطاء الهرمون الأستروجين هو عن طريق الجلد، لأن ما يروح للكبد فما يتأيض ويؤذي غير أنسجة. فش قد ما نقدر نستعمل هذا اللي يعطى عن طريق الجلد. أما إذا هي مشكلتها بس بالمهبل الجفاف، ذاك ينعطي أيضا بس عن طريق المهبل ذاك الوقت، ماكو داعي نعطيها تبلعه، بس بالمهبل. ومن يعطى عن طريق المهبل أيضا ما يأثر على الكبد. اللي يأخذونه عن طريق الفم فيأخذون يا إما الأستروجين وحده أو مع البروجسترون حسب وجود رحم أو ما وجوده. بعضهم كان تنشال الرحم ما يحتاجون البروجسترون. بعض الأحيان نستعمل اللولب المرينة، سامعين بينه أكيد، هذا بينه بروجسترون، هذا هم ما يروح للجسم يبقى بس بالرحم إن شاء الله. فاختصار العلاج بالهرمونات لأن دي سلبيات، فأولا ما تستخدم إلا في الأعراض الهامة جدا، ولازم تتأكدين أنه هي ما ممنوعة عليك، جوز أنت عندك كونترا انديكيشن يعني ما يصير تستعمليها. مثلا اللي مرض الكبد، السمنة المفرطة، سرطانات، الأمراض القلب الوراثية، التدخين اللي يصير عندهم تخثر دم embolisms و clots إلى آخره. بعدين نستخدم أقل ما ممكن من الجرعة الفعالة، ما نعطي دوز عالي، أقل ما ممكن أنه يفيده. ونستخدم النوع الطبيعي من الأستروجين. هسه بالسوق موجود أكو الناتشورال أستروجين وأكو السينثيتك أستروجين، فش قد تقدرون تستعملون الناتشورال يكون أفضل، وش قد ما تقدرون تستعملون اللي تنحط على الجلد سواء لصقات أو جل على الجلد يكون أفضل. فأهم شيء بمراحل بالأيس تفهمه ومراحله إلى آخره أنه المرأة تتعامل بشكل إيجابي. هذه مو فترة سيئة من العمر، هذه فترة روعة، مسؤوليات تخف تزيد غير مسؤوليات، تزيد مسؤوليات اللي بيها يمكن احترام أكثر، بيها تقدير أكثر، خاصة نحن بمجتمعاتنا العمر له هيبة له تقدير، فيعني بيها أشياء فوائد وبيها طبعا بيها شوية أشياء فيزيكال أنه ما يصير عنده قابلية تؤدي وظائف معينة لأن جسديا هي ما تكون بهذيك الفتنس. فكلش مهم أنه الواحد ينظر له بشكل إيجابي. بعدين هي هم فترة تخلص منا من الدورة الشهرية، تخلص من استعمال منع الحمل، فأهم شيء أنه تعتني هي بصحتها وما تبخل على نفسها بالصرف على صحتها، تخلي فلوسها your wealth on your health، وتستفيد من الصديقات، التنوع الثقافي الموجود خاصة هنا بأستراليا. كل امرأة بسن الأياس راح تمر بهالأعراض، فلا تنظر لنفسها أنه هي الوحيدة المصابة وهي الما محظوظة، كل النساء مصابات. 70% من النساء راح يشكون من هالأعراض، فعرفي شلون تنظرين بشكل إيجابي وتتعاملين بها بشكل صحيح. ودائما تقدرين تأخذين مساعدة من الطبيبة مالكي، من الصديقات، من الإنترنت. فالنصيحة الأخيرة، كوني إيجابية برؤيتك للحياة، هاي في كل شيء تنطبق وخاصة فترة الأياس. 35 سنة لا تعيشيها بكآبة، ما خليلي ايه. نمط حياة صحي، لايف ستايل يكون هيلثي، غذاء وعادات ورياضة ووزن،
ما قلت لكم بالرياضة انتبهوا، مو بس الرياضة تروحون جيم، استغلوا أي فرصة للمشي، أي فرصة تشوفون درج لا تصعدون مصعد، اصعدوا درج. انتبهوا قاعدين على التلفزيون أثقال شيلوا حطوا، قووا عضلاتكم. أكو نقطة مهمة، اختزني فرصة الفحص للمينوبوزال وومن. أكو بهالفترة من العمر سكرينينج تيست اللي هي مهمة جدا ولازم تسويها، العنق الرحم للقولون للثدي، هاي أهم ثلاثة، فلازم تعمليها وبشكل الدوري الصحيح وتتعالجين عليها، وكل علاج حسب ما يتطلب. وتذكري أنه تكونين beautiful and healthy at all ages، كل الأعمار. شكرا جزيلا. الله يسلمك. شكرا دكتورة وفاء على هذه المحاضرة القيمة اللي مختصر مفيد بها كل الفوائد. وأهم فقرة عجبتني أنه لا تخلي أن المرض يضحك عليك، يضحك أنت على الحالة اللي هي مو مرضية. الآن الباب مفتوح للاستفسار عن أي موضوع مع دكتورة وفاء العمري أو دكتور يوسف لدن، اللي يريد يسأل في مايكروفون حتى الكل تسمع. و من يريد يسأل السؤال؟ أول سؤال، نعم، أول سؤال من أميل شيبة، صديقنا أميل شيبة اللي تلقيه بكل مؤسسة عندها نشاط تلقي أميل موجود. شكرا دكتورة وفاء، شكرا. كان القائد طريقة الكلام رائع جدا. أنا ما أقدر أحكي هواي عن المينوبوز كوني رجل، لكن يعني من خلال محاضرتك فهمت بعض حالات زوجتي لأنه هي طبعا بهاي المراحل. دكتور يوسف لالو، للأسف يمكن الوقت ما ساعدك، أنت ركزت كثير عن المراحل الطفولة أكثر من المشاعر الجنسية. في شغلات يمكن لأنه كنت أنت مستعجل بالكلام ما طلعت واضحة حتى ننبه لها، أنه الجنس مو هو للإنجاب، هذه نظرية خاطئة. إحنا محتاج كشاب أوسطيين محتاجين sexual education، إحنا محتاجين ثقافة جنسية ولا حياة في العلم والدين. الجنس هو حتى يتمتع الرجل مع المرأة، عندما يموت عندما تموت هذه العلاقة تموت علاقة زوجية. إحنا نعيش emotional divorce معظم حالاتنا الزوجية. أنا درس family therapy و parent educator، so هذه الأشياء إحنا نواجهها. لما أنت واحدة من الأشياء اللي حكيت عنها إن المطلقات واحدة منهم قالت إنه زوجي ما يشبعني، وهذا مو عيب، هذا بالعكس هذا حق من حقوقها، والخلل في زوجها مو فيها، لأنه الزوج كل ثقافة الجنسية من الأفلام الخلاعية. إحنا نجهل الثقافة الجنسية. في أشياء ثانية حكيت إنه البنت اللي كانت الطفلة اللي بالروضة اللي كانت تمارس الأوضاع الجنسية، هذه بإستراليا تعتبر sexual abuse، هذه لازم نكون حذرين منها. لما الطفل يكون معرض exposed to sexual scene يعتبر إساءة جنسية ويعاقب الأب والأم بأن يأخذوا الطفل من العائلة. أشياء كثيرة حكيناها، إنه المرأة تختلف، ما ركزنا عليها، يا ريت الدكتورة وفاء كونها اختصاصية هي المفروض تساعدنا في هذا المفروض، إن المرأة المشاعر مرتبطة بالعلاقة الجنسية، أما الرجل الجنس عنده درايف، فهذا حتى في العلاقة الجنسية يأثر، فعلينا كرجال أن نكون مثقفين من هذه الناحية. الأهم جدا واحد من النظريات في السايكولوجي هي الاتاتشمنت، يعتبرون الصفر من صفر إلى 3 سنوات هي أهم مراحل حياة الطفل، وفيها اللي تركز وترسخ الحياة الجنسية بمفهومها الصحيح، لأنه الطفل لو تربى على التابو نساء كثيرة تتعقد من الجنس،
لأنه تربية خطأ على الجنس على مفهوم الجنس. فياريت إذا دكتور وفاء أو دكتور يوسف لالو يوضح أكثر عن هذه الأشياء. شكرا. شكرا جزيلا أخ إيميل على سؤالك، معناتها كنت متابع جدا للمحاضرة. حقيقة التركيز على الطفولة، سنوات الطفولة والمراهقة نسميها السنوات التكوينية، أي أن الإنسان يتكون، تتبلور شخصيته، تتكامل شخصيته. وما يحدث، ما يحدث في هذه السنوات من إشكالات تترك آثارها وبصماتها على مستقبل العمر، ويمكن تضع ندوب وتضع عقد في حياة الإنسان في هذا الجانب مثل ما تفضلت. ولهذا ركزت، والحديث طبعا كان سريع، يعني أنا أشعر قدمت موضوع مشوه. ليش؟ لأن حقيقة الموضوع يحتاج إلى أكثر من هذا توضيح، ولكن مسكني حياء جرير من ناحية، ومن ناحية أخرى كنت أخاف الجرس لا يدق علي الدكتور رمزي. وبالذات أكو بعض علماء النفس يأكدون أن شخصية الطفل تصاغ وتستكمل صياغتها في السنوات الخمسة الأولى من العمر، في السنوات الخمسة الأولى، من خلال هذه الرسم اللي سويته الحقيقة socialization، بحيث تبنى شخصية الطفل بالصح أو بالخطأ. ومع الأسف احنا كآباء وأمهات كثير من عندنا حقيقة ما ندري احنا دا نتعامل صح لو خطأ، بس احنا دا نزرع عقد أو دا نزرع جروح نفسية أو غيرها من الأشياء هذه في نفسية الطفل، وهذه قد تستمر الحقيقة وتتواصل. شكرا جزيلا. هذا شكرا أستاذ أميل على ملاحظاتك. ومثل ما حضرتك ذكرت، المرأة الجنس عندها مرتبط بالعاطفة أكثر من الرجل، أكثر من الرجل، وهذا شيء صحيح. ولهذا يعني الحاجة العاطفية يجب أن تلبى قبل أن يتوقع الرجل أن المرأة تلبي الجنس. أعتقد دكتور يوسف توافق على هال. نعم نعم صحيح. أنا أقول إعادة الندوة كليا، وأنا سألت أنه نعيدها هسه وغير وقت. أنا راح أسوي استفتاء دكتور يوسف، يمكن موضوعها يحتاج للكثير. اللي يرغب أن نسوي مرة ثانية موضوع أوسع من قبل دكتور يوسف، يرفع إيده حتى يكون عندنا رأي للمستقبل. أوكي، أنا أوعدكم إن شاء الله شهر التاسع ندوتنا راح تكون دكتور يوسف يغرد بيها مثل ما يريد، واحدة بالساعة. والتاريخ عندكم من شهر التاسع، لأن بقية محجوزة. سؤال آخر. أنا عندي اقتراح بسيط إذا ممكن يعني يتنفذ هذا الاقتراح. بما أنه محاضراتكم قيمة جدا، وبالأساس تتصيب صميم العائلة العراقية اللي تعيش هنا، إذا أمكن المحاضر بعد إذا هو جاي المحاضرة يقدم في ملخص مطبوع لمحاضرته حتى يستفاد أكثر ناس من هاي المحاضرة، من اللي جايين من أقربائنا وأصدقائنا، لأن هاي المحاضرات نشوفها قيمة جدا وما تتاح لنا مثل هاي الفرص لسماع مثل هذه المحاضرات. وشكرا. طبعا أي شيء هو مفيد، بس أشعر أنه المحاضرة خلينا عنوان معين وحددنا المتحدث بما يقول، وبالتالي راح تكون مجتزئة، علميا مجتزئة. بس اللي يرغب أن يقرأ عن أي موضوع أتصور إذا كتبنا نتصل بمن هو أهل أن يجاوبه بشكل أوسع أو يقراها بالنشاط الطبية. احنا نحدد يعني سيدة دكتورة وفاء
حددناها بما راح تقوله عن الموضوع، وبالتالي إذا طبع الكتاب هالشكل للي يقرأ راح يكون مجتزئ، ما راح يكون موضوع متكامل. مو غير رأي دكتورة، يعني هو النقطة أعتقد هم اللغة، اللغة هم لها دور. فالحضرة الأستاذ اللي سألنا هو يريدها بالعربي، يعني مو لأن بالعربي مدى يحصل المعلومات اللي تناسب مجتمعنا. نعم، مو هذا له علاقة. فنشرات كثير موجودة، يعني هسه حاليا هم أكو نشرات، بس يعني إذا بس محاضر الكلام، لأن إحنا من نقدم نحكي أكثر من الكلام، من اللي بس موجود على الشاشة، فما تكون كاملة مثل ما قال الأخ دكتور رمزي. ف يعني أنا ما عندي مانع أنه مثلا نفس السلايد شو يكتب وينعطي كهاند أوت سلايد شو، عجب راح تكون مفيدة مثل الكلام أو مثل الشرح إذا تجي بشرح وافي، هذا شيء آخر. سؤال آخر تفضل دكتور. سؤالي هو الأستاذ دكتور يوسف لنو، هل أكو ظواهر سلوكية مبكرة جدا نقدر أن نميزها بأولاد، يعني إذا كانوا بنات أو ذكور؟ صوت شوي عمر جدا مبكر. صوت يعني صوت ما يروح ما يروح. عفوا، شنو الظواهر السلوكية المبكرة جدا نقدر أن نميزها بأطفالنا إذا كانوا ذكور أو إناث، بحيث تخلينا نشك أن هم قد راح يكونوا مثليين، يعني إذا لزبيان أو بس بأمر جدا مبكر، يعني حتى المرحلة الطفولة. يعني أنا ذكرت بعض الحالات الحقيقة كأمثلة، مثلا سلوك الانقطاع نسمينه، هذا أو لعب الطفل بأعضاء التناسلية. حقيقة يجب أن نبحث، لما كان عندي مجال كثير أوضح، يجب أن نبحث أولا عن السبب، لماذا يقوم الطفل بهذا. الأم والأب الأذكياء يستطيعون أن يتوصلون، ربما الطفل قد يكون ضايج وما عنده أحد يلعب وياه، وبالتالي يستمتع بهذا الجانب الحقيقة، أو قد يجوز عنده التهاب بالأعضاء التناسلية فمن الحركة أصبح يستلذ الحقيقة بلمس هذه الأعضاء. فيجب أن نبحث عن السبب، وهذا مهم جدا. بتلاحظ شلون؟ فهذه يلاحظوها الأباء والأمهات، لكن مرات مرور عليها مرور الكرام، لا، يجب أن نقف عندها. إذا تتطلب extinction مثل ما قلت إطفاء أو إنهاء، يجب أن نبدي بأسلوب هادي من دون قسوة، من دون تذمر، نحاول أن يعني نقطعها. كثير من هالظواهر هذه موجودة الحقيقة، بس أنا ما بس جبت كأمثلة أنه هذه تدل على وجود إحساس جنسي عند الطفل ممكن أن نعالجها مثل ما ذكرت بالمحاضرة. السؤال مساء الخير رمزي الصايم. السؤال موجه للدكتور يوسف لنو. دكتور، مع مرحلة المراهقة هل يفضل أن نعزل الإناث عن الذكور بالمدارس أو مدارس من داخل المدارس المختلطة؟ من ناحية يعني مع بعد مرحلة المراهقة شنو سلوك الراحز؟ حقيقة ما لاحظته في حياتي خلال 35 سنة من تدريس الجامعة، لاحظت أن الطلاب اللي يجون من مدارس isolated يعني معزولة، البنين على حدة والبنات على حدة بالثانوية، يجون إلى الجامعة فجأة الحقيقة، يعني يجد صعوبة في التكيف مع الطلبة الآخرين، يعني مع الجنس الآخر، خلي أقول سواء طلاب أو طالبات. كنت لاحظ طلاب يجون من الابتدائية هم مع البنين، يعني مدارس مختلطة، هذولا كان يعني يشعر بسلاسة، يتفاعلون ويتعاملون يعني بشكل أفضل.
فالاختلاط في مرحلة المراهقة خطر بحد ذاته الحقيقة، ويجب أن يكون هناك إشراف على هذا الاختلاط. أما إذا بديناه مثل ما ذكرت من رياض الأطفال أو من الحضانة خلينا نقول، وبعدين رياض الأطفال، بعدين ابتدائية، فكأنما يعيشون سوية، يعني ينمون سوية، وبالتالي واحد يكون قريب من الآخر، وبعدين مثل ما قلت في العبارة لا يشوف الواحد الآخر بعبع لا يمكن الاقتراب منه. دكتور يوسف سؤال. مساء الخير، أشكر الدكتور يوسف الطرفاء على المقالة القيمة اللي قاموها. سؤالي للدكتور يوسف، كنا نسمع أو نسمع بالمراهقة الثانية ما بعد 50 لبعض الرجال، أرجو توضيح هذا. دكتور وفاء، أنا أحييك وأشكر محاضرتك الطيبة لكثير من النساء اللي يفتقدون إلى كثير من المعلومات الطبية والصحية. حابذا أنه يكون لكثير من النساء البرنامج دوري أو فحص دوري، وخصوصا ما بعد 40 أو 45. يا ريت يلاقوا هذا البرنامج إذا كان موجود، أو ما أعرف أنا جديد في استراليا، أتمنى يكون هذا الشيء موجود للكشف عن كثير من الأمراض اللي أحيانا تخفى. تأخذ وقت. شكرا جزيلا. شكرا لك أخي. طبعا مثل ما ذكرت بالسلايد الأخير، المرأة بعد الأياس عندها فحوصات دورية وفحوصات نسميها سكرينينج، يعني الكشف عن الأمراض، ولازم تجريها. في بعض المدن أكو عيادات تسمى مينوبوز كلينيك، وفي بعض التيرشيري هوسبيتال في سيدني، بس هذه قليلة ما تكفي كل المينوبوز الومن. فالجي بيز في أستراليا they are doing very well in this respect، هم يعملون هذه السكرينينج تيست، فحتى مثلا السيدة من تروح وإذا هم ما تذكروا تذكرني ش عندي سكرينينج تيست لازم أعمله هالفترة من العمر. من الأشياء الجدا مهمة أكو طبعا ما عدا الجنرال تيست اللي هي للصحة، مثلا مستوى فيتامين دي بالدم، طبعا قياس الضغط الآخر هي الشجر اليوجوال بلد تيست، ما عداها قسم منهم يصير عندهم بي 12 ديفيشنسي، فيتامين بي 12 تم يكشف، ثايرويد ابنورماليتي همين ينعمل له فحص، سيرفايكال سكرينينج تيست يكون لازم يعمل، بريست اكزام يعمل، واللي هنا روتين بعد 50 سنة لازم تعمل اشعه مال الثدي. فيعني اكو تيست هاي سكرينينج الكل لازم يعرفوها، ولازم اذا الجي بي ما تذكر يتذكر يقول الدكتور ايش احتاج اعمل، انا ما كنا عملتوا مثلا مان العمر فحوصات حتى يجري له، ويجري بشكل دوري كل وحده الى عمر، حتى فحص هشاشه العظام بعض النساء لازم تعمله، مو كلهم بعضهم، فحتى هم يسوي له. فيعني هي اكو قائمه بالفحوصات والهاي اللي لازم تجرى دوريا. شكرا. دكتور يوسف تفضل. أنا دائما يعجبني أقف وأتكلم الحقيقة. سألتني هل هناك مراهقة بعد 50؟ علميا أنا أجاوبك، مرحلة المراهقة تمتد من 12 إلى 21 سنة، هذه أكثر التقسيمات شيوعا. من 12 إلى 15 هذه المراهقة المبكرة، من 15 إلى 18 المراهقة الوسطى، من 18 إلى 21 المراهقة المتأخرة. علميا هذه بها مواصفات مثل ما ذكرت، فورة عاطفية جسمية جنسية بيولوجية. أما هل هناك مراهقة بعد 50؟ أقول لا. هناك فد واحد رجل كان فقد الاتزان الاجتماعي، ما يعرف الضوابط الاجتماعية، ويتصرف بما لا يليق بعمره،
يتحارى عشان يطلع كلمات ما تليق بينه، هذا لا ما نعتبره مراهق، لكن تصرفاته هي تصرفات لا تليق بالعمر اللي وبينه عمر 50 سنة أو 60 سنة ربما. فلا توجد مراهقة متأخرة بعد 50، إنما المراهقة علميا بين 12 إلى 21 سنة. سؤالي موجه للدكتورة وفاء. السؤال هو بصورة عامة، أسمع كثير أنه من النساء أو حتى البنات الصغار بالعمر يعانون من مشكلة البوليسيست على المبايض، أشنو سببه وأشنو العلاج لهذه المشكلة، وهل هو يتعالج نهائيا أو لا؟ وشكرا جزيلا مقدما على محاضرتك، وشكرا للدكتور يوسف أزرع. شكرا أختي على هذا السؤال. هو طبعا البوليسيستيك أوفري هنا أنا البوليسيستيك أوفري is common، ومو بس هنا، في مناطق كثيرة من العالم حتى بالعراق هو كنا نشوفه كثير. فالآخر المستجدات بأنه هو مثل قابلية وراثية، أكو مواد كيميائية enzymes at molecular level اللي هي تكون abnormal وتعمل خلل بالإنسولين استعماله وببقية الهرمونات، ولهذا ما يصير الإكسبريشن مال الجينيتيك إكسبريشن طبيعي، فتصير polycystic ovary واللي بيها اللي هي سندروم، يعني بينه أعراض متعددة وكثيرة. هذا قد لا يكون مصاحب للمرأة طويلة حياتها، كثير منا من mild cases والmoderate من يصير عندهم طفل ينقطع تنقطع السيركل ويرجعون طبيعيين، وقسم لا يظلون طول حياتهم عندهم إلى المينوبوز. وطبعا اللي يطول عندهم كثير يصير عندهم سكري بعدين بالأخير همينة، يصير عندهم سمنة. فعلاجه يعني بينه علاج مو ما بينه، بس علاجه يطول مو شيء سريع، ونحن نعالجه حسب رغبة المرأة، شوفي هي شو تريد نعطيها، ونعطيها الجنرال تريتمنت زائدا شو تريد، هي تريد طفل نرتب لها الطفل، تريد تنظيم دورة نرتب. طبعا بينه أشياء كثيرة من ضمنها تنزيل الوزن أهم شيء، طبعا هي حسن الميتابوليزم ماله ويقلل المشاكل مال البوليسيستيك أوفري. ما أعرف قطوا أجاوبك كل اللي جزء منه، لأن يعني الموضوع كبير جدا ينبعد له ندوة. السؤال الأخير، سؤالي إلى دكتور يوسف. الحقيقة محاضرتك جدا قيمة، يا ريت لو كنت وقت اللي دراستي المتوسطة وأنا دارس في مدرسة دار السلام حيث كانوا الولد والبنات سوية، من كان يجي درس الصحة نوصل إلى موضوع الجنس المدرس يقولنا درسوا بالبيت. فلذلك دا أقول يا ريت لو كنت أنت موجود. سؤالي دكتور، حسب ما قرينا وحسب ما سمعنا يقول لك الطفل هو من يولد تخلق عنده هذا الحب، أنا قد يجوز الحب العذري إنه أمه يحب أمه، فهذا هو، هل هو نوع من إنه ينمو غراميا أو تمام هو حب عذري؟ لكن هل هذا صحيح بأنه يكون متصل من ناحية الحب بوالدته؟ هذا سؤالي وشكرا. الطفل تقصد الذكر والأنثى لو بس الذكر تقصد؟ بس الذكر. بس الذكر حقيقة خلي أقف حتى أحكي زين. بالنسبة للقسم الأول من تعليقك، كان أكو موضوع بالصف الثاني المتوسط أو الثالث المتوسط العلوم والتربية الصحية أو شيء من هالقبيل، كان أكو تشريح الجهاز التناسلي للأرنب، تشريح الجهاز التناسلي للأرنب أتذكر. فمن يصل المدرس إلى هذا الموضوع اقلبوا هالأوراق ما لها زمان ما داخله روحوا قروها بالبيت.
طلسم صناعة صاروخية قنبلة ذرية. فشوف هذا قلت يصير عندهم شك، إذا يحاولون أن يبحثون عن هذا الموضوع في مصادر أخرى. هذا جانب. الجانب الثاني الحقيقة أنت بتتكلم ربما من دون أن تدري عن ما نسميه بعقدة أوديب وعقدة إليكترا. هذه عقدة أوديب، تعلق الطفل بأمه وكرهه لأبيه، وتعلق البنت بأبيها وكرهها لأمها. حقيقة هذه بناء على أسطورة أوديب بناها فرويد وطلع بهذه النتيجة. حقيقة الطفل يولد لا يعرف أن يحب أو يكره، ولكن له استعداد، له استعداد أبتديون. ونحن عن طريق هذه التنشئة الاجتماعية الأنسنة نعلمه أن يحب أو نعلمه أن يكره. إذن موضوع الحب والكره هو تعلمي، يتعلق بالأم نعم، لأن فترة طويلة يكون بحضانة الأم الولد أو البنت. أحيانا بعض الأطفال يتعلقون بالأب أكثر، لأن يعني الأب عنده أبوة عالية ويحتضن الأولاد ولطيف معاهم. فالمسألة هي مسألة على الأرجح ما بيولوجية، ما هرمونية، ما استعداد، يعني ما شيء بيولوجي، وإنما هي مسألة تعلمية عن طريق التعلم. نعلمه أن يحب أو أن يكره، أن يتعصب تجاه شعب معين أو تجاه لون معين أو عنصر معين، ما موجود هذا. وإنما احنا نعلم الطفل أن يتعصب أو يكره أو إلى آخره. شكرا. شكرا جزيلا. طبعا ما ممكن أنه نستمر لأنه نبقى للصبح. فوينك أمين؟ أميلة وينك؟ أميلة لتعال سمعنا. دكتورة وفاء ودكتور يوسف راح يكونوا بيناتكم يقدرون يجاوبون. حسام شاهد سمعنا. الفنانين أمين ورويد الفقرة الغنائية، والأطباء مشكورين دكتور يوسف ودكتور وفاء جاب على أسئلتكم. وأحب طبعا بالأخير أشكر حضور الكريم لهذه الأمسية. شكرا أيضا للأطباء دكتور وفاء ودكتور يوسف ودكتور رمزي البرنوطي. شكرا أيضا للزميل الإعلامي رافق العقابي، وشكرا للفنان أمين والأخ عازم الحكيم ودرويد رمزي، وشكرا لكل أعضاء الجمعية على هذه الجهود في إحياء هذه الأمسية، وشكرا لكم كثيرا.